رح أقدم عدة استراتيجيات سهلة ممكن نستعملها للتعاطي مع سوء التصرف مثل عدم احترام التعليمات أما نوبات غضب أو سلوك غير لائق بمكان معين. مش رح نقدر نتطرق هون لجميع الاستراتيجيات لمواجهة المشاكل السلوكية، وأكيد ضروري التواصل والعمل مع الأخصائيين في المجال. كل هالشي حسب قدرات وطاقات كل ولد وحسب حدة المشاكل السلوكية يلي بتظهر عند الشخص أو الولد المعني. قبل ما بلش بحب ضوي على نقطتين مهمين كتير. كل هالاستراتيجيات مش رح تكون فعالة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المبادئ الأساسية بالتربية الإيجابية، يعني تحفيز السلوك اللائق، إعطاء انتباه حتى إذا لوقت قصير، تقديم أنشطة بحب الولد داخل وخارج البيت، إعطائه مسؤوليات صغيرة لتعزيز الثقة بالنفس، اتباع نظام معين حتى نخلق جو من الطمأنين، وأكيد تفسير وتحذير إذا في شي طارئ أما في شي جديد. بعتقد إنه كل هالمواضيع طرقناها كفاية بالحلقات الماضية. تاني نقطة بحب دوي عليها هو إنه في بعد عنا معتقد شائع إنه الضرب والعيط بيعلم الولد، بس دراسات والأبحاث أثبتت بيّنت إنه وقت اللي منستعمل العنف بيتعلم هو كمان هالأسلوب حتى ينال على يلي بده إياه. نوقع هون بحلقة مفرغة فيش السيركل، يعني ضرب بيودي لأكتر ضرب وعنف، الولد يلي عم ينضرب بيصير هو كمان بيضرب الأشخاص يلي حواليه إن كان بقلب محيطه أما بالمدرسة. بعرف إنه كلنا أهل وكلنا ممكن نفقد أعصابنا أحيانا، بس هالشي بعكس المعتقد يلي بعده شائع ما بحياته نفع، بالعكس بيأذي العلاقة بيننا وبين الأشخاص الآخرين، يمكن يوصلنا لطلبنا بالمدى القصير باللحظة نفسها، بس أكيد على المدى الطويل رح يودي لأكتر مشاكل وعدائية بين الأعضاء يلي بمحيط الولد. مثل ما قلت بالحلقات السابقة، تصرف السلوك عند الولد يلي عنده اضطرابات بالنمو هو نوع من التواصل من التعبير عن الذات، بما أنه المخزون اللغوي إجمالاً بيكون ضعيف وأنه في صعوبة للتواصل. لهالسبب رح نقدم أول شيء استراتيجيات صغيرة وسهلة التطبيق، وأهم شيء بتساعد الولد على التعبير عن النفس. وقت يلي الولد عم بيعمل نوبة غضب مثلاً بيصرخ وبيبكي، ممكن نقله بدل ما تبكي دلني شو بدك، أو أعطيه خيار حتى سهل الجواب، شو بدك هيدي اللعبة أما هيدي اللعبة، أما شو عم بيوجعك بطنك أما راسك. وقت اللي عم بعطيه خيار كون عم سهل له عملية التواصل. فينا نستعمل صور كمان عند الولاد يلي عندهم توحد، إذا لزم الأمر بستعمل فلاش كارت، وهيدول الفلاش كارت موجودين بكمية على الانترنت، فينا ساعتها ننزلهم ونطبعهم ونحطهم بمحيط الولد. حتى فينا نستعمل الإشارات بذات الوقت من الكلام مع بعض الولاد، يعني مثلا ناكل نشرب اعطيني خلص ما بقى بدي. وكمان وقت للولد بيستعمل مقطع كلمة صغيرة مثلا يقول ته مشان تفاحة أما ما مشان مي، أكيد لازم نحفزه برافو ونمدح هالشي حتى يكرره. أحيانا الأهل بيستغربوا وبيقولوا بس أنا ما بدي إياه يدلني على صورة أما يعمل لي إشارة، بدي إياه يتعلم الحكي. بس بالعكس هالشي بيساعد، استعمال الصور أما الإشارة بيساعد على تعلم تواصل بالكلام. وفي ولاد ما بيتوصلوا أبداً للحكي، بيضموا نون فيربل مثل ما بنعرف. وبعدين شو أحسن إنه يصرخ ويعيط لتلبية حاجاته بدل ما يدلنا أما يعمل إشارة بإيده؟ عند الولد اللي عنده اضطراب بالتوحد أحياناً كمان بيصير يعمل حركات متكررة repetitive behavior حتى يعبر عن إزعاج معين، الأخص إذا في شي طاري أما شي جديد أما شي زعجه. فينا هون نحكي بطريقة رايقة
وبصوت منخفض، بعرف انك مزعوج، انه هالشي جديد عليك، بس شوية ومنخلص، ما تعتل هم. نجرب هون نفرجي ونحسسه انه نحن عارفين وفهمنين الوضع، وانه اكيد هالشي رح يريحه ورح يخفف من حدة النوبات اما الحركات المتكررة. لازم دايما نتذكر انه الولد بيفهم قبل ما يبلش يحكي، وانه بيفهم اكتر بكتير من ما نحنا بنعتقد. مشان هيك مهم انه نحط كلمات على شعوره حتى يحس انه نحنا فاهمينه وبنعرف بشو عم بيمرق. To validate his feeling مثل ما بيقولوا بالانجليزي، يعني بعرف شو هن شعوره ورح نعالج هالشي. هذا تسهيل عملية التعبير في استراتيجية تحويل الانتباه يلي كتير فعالة وفينا نستعملها مع جميع الولاد ومع كل الأعمار وحتى مع أصدقائنا. تحويل الانتباه يعني تحويل الاهتمام إلى نشاط آخر أو إلى شيء آخر. إذا مثلا بشوف إنه بده ياخد لعبة أما غرض معين من شخص تاني، أما إذا بده يبلش يعمل حركات متكررة، قبل ما يحصل هالسلوك ويصور في خلاف بيني وبينه أما بينه وبين المحيط، بقدم له شيء تاني بيحبه، بقدم له شيء بديل، يعني مثلا لعبة أما اقتراح معين، أما بقول له تعاقد حتى. بس ضروري كتير انتبه إنه البديل ينعطى قبل ما يحصل السلوك الغير مرغوب. أول ما حس أو شوف العوارض يلي ممكن تسبق السلوك يلي غير لائق، لأنه إذا عطيته يلي بيلفت له انتباهه بعد السلوك يلي غير مرغوب، كون عم حفز هالسلوك هيدا. فينا نقول تعا نلعب بالبات أمودلي، تعا نروح مشوار، تعا ساعدني. هون كل مربي وكل أهل هن الأخصائيين، هن بيعرفوا شو ممكن يلفت النظر عند الولد. نوصل هون لغير استراتيجية كمان سهلة ممكن تساعد. ضروري انه التعليمات يلي عم نعطيها مش بس تكون واضحة، اهم شيء تحدد السلوك المطلوب بدل ما تمنع فقط السلوك الغير لائق. يعني بدل ما عيط وقول ما تصرخ وطي صوتك، افضل قول نحكي على صوت واطي. اما بدل ما قول ما تكب على الارض، منقول منكب بزبالة. اما ما تلعب بالطابة، فينا نقول نلعب بالطابة برا. يمكن بكل بساطة الولد ما بيعرف كيف يتصرف، ومش انه بده يأذي اما يعمل نكاية اما يفرض حاله مثل ما كتير اوقات بيعتقدوا الاهل. هون كون عم بعطي بديل لتصرفه بطريقة ايجابية بدل ما كون عم بدخل بخلاف معه. أكيد في عدة أساليب أخرى ممكن تساعدنا على التعاطي مع سوء التصرف، لكن مش رح نقدر ندخل بكل تفاصيلها هون لعدة أسباب. ولأنه أكيد وقت في سلوك غير لائق شديد، من الضروري العمل بطريقة مباشرة مع الأخصائيين للإطلاع على التفاصيل الموجودة بمحيط الولد يلي ممكن تأثر على سلوكه، وأكيد لمراقبة تطور هالسلوك.